خدنا الجزء الأول وقلنا كل حاجة عن إن احنا ازاي نأسس الطفل، وفهمنا الاسم ونوعه والضمائر والفرق بين الاسم والفعل والحرف، وامتى بنستخدم ايه او ان وفعل يكون المضارع البسيط. تعال بقى يا عمر نفتكر ازاي بنعمل تكوين جملة، ازاي بنكون جملة في الانجليش. اي جملة في الانجليش بتبدأ بحاجة اسمها subject، بتبدأ بحاجة اسمها ايه؟ subject. مين هو السبجكت؟ السبجكت اللي هو الفاعل. مين هو السبجكت؟ الفاعل. الفاعل ده ممكن يبقى لا اما ابدا باسم اللي هو النون، يعني مثلا ابدا بعمر، ابدا بعلي، ابدا باي اسم، اما ابدا بالبرو نون اللي هي ابدا بهي وشي وات واي حاجه من دول. يبقى اول حاجه في الجمله ببدا بمين؟ بالسبجكت اللي هو مين السبجكت؟ اللي هو الفاعل. بعد كده دي الجمله البسيطه، بعد كده بحط الفيرب. انا عندي افعال كتير حفظناها. الفيرب ده بيكون في حاجه اسمها زمن. احنا اتعلمنا زمن مين؟ زمن المضارع البسيط، يعني فريق بياخد اسم وفريق ما بياخدش اسم. وبعد كده باقي الجمله او الاوبجكت بتاعي او المفعول بتاعي اسمه باقي الجمله. طيب تعالى بقى كده نفتكر نعمل جمل او نتعلم نعمل جمل. عايزه اقول يا عمر هو او انا احب الموز. الاول انا احب الموز. احب حب لايك. يبقى ما ينفعش اقول ايام عشان ام يعني ايه؟ اكون. انا عايزه اقول انا اكون موزه ولا انا احب الموز؟ انا احب الموز. طب يبقى الفعل بتاعنا نحط مين؟ لايك. طب احط له اس؟ لا، عشان اي من الفريق اللي ما بتحبش الاس، يبقى اي لايك الموز. بانانز. بانانز. طيب عايز اقول جملة انت تكون سعيد. انت تكون سعيد. انت يو تكون هما ام وإز وآر، يبقى يو آر. يو آر سعيد. هابي. هابي احط اهابي. اهابي لا، عشان لا. الصفة هابي دي صفة ما ينفعش احط لها ا او ان قبليها. طيب عايزة اقول انها قطة. انا شايفة قدامي، عايزة اقول انها قطة. كات. كات. طب عايزة اقول هي عندها قطة. she is يعني هي تكون. يعني ايه؟ ايوه عندي او امتلك، يعني هاز. يبقى she has cat، يعني هي عندها قطة. طب عايزة اقول هي تساعد مامتها. هي عارف يعني ايه تساعد؟ طيب تساعد يعني help. help ده فعل زي يستطيع كان. يبقى اقول ايه بقى؟ she is يعني ايه؟ تكون. احنا عايزة ايه؟ هي تساعد. help احط ايه جنب help؟ اس، عشان شي بتحب اس. يبقى شي helps مامتها. هي شي ملكها. هير. يبقى اقول ايه؟ هير مين؟ هير مام. هي تساعد مامتها. هي شي helps هير مام. شي helps هير مام. سهل كده ولا صعب شوية؟ سهل جدا. الجملة سهلة جدا، زي نكونها عشان لما نكبر اكتر نكون جملة اكبر واكبر واكبر. طيب في بقى حاجات تانية خدناها. خدنا السؤال بتاع كان، فاكر كان؟ طيب فكرني كده، مين هي كان؟ كان يعني ايه؟ يستطيع. طب لما حطيتها في الاول كان يو
can you swim؟ تعرف تعوم؟ can you swim؟ نجاوب بمين؟ بيس او نو. بتعرف تعوم؟ تقول ايه؟ يس يس. نبدل اول اتنين. يس. اليو تتحول اي وننزل مين؟ كان. كان يبقى يس اي كان. نعم انا اكون. طب لا مش بعرف اعوم. نو نو اي كان. ومننساش مين؟ النط مع النو. يبقى ده سؤال اللي خدناه تاني اللي هو كان يو سويم، هل تستطيع ان تعوم؟ نجاوب بيس او نو ونعمل مقص الاول كلمتين. طيب لو انا خدنا سؤال تاني اسمه what is this، what is this، what is this، يعني what is this، ما هذا، نجاوب ازاي يا عمر؟ فكرني. نشطب what وننزل this. This is a cat. يبقى نكتب، ممكن this دي نحولها لايه؟ it. it. بعد كده is a cat. it is a cat. طيب تعالى نرجع الكلام ده في المذكرة بتاعتنا. يلا حبيبي نفتكر مع بعضين ان كان في حاجة اسمها الاسم المفرد singular noun. الاسم المفرد هي بيدل على حاجة واحدة فقط ولازم نحط قبله مين؟ a او a. زي قطة a cat. تفاحة a an apple. an apple. الكلمات اللي اولها a و e و i و o و u نحط لهم مين؟ an. نجمة نجمة star. نقول ايه؟ a a star. star. طيب فيل فيل إليفانت أوله إيه؟ إي. يبقى نحط مين؟ آن. طب سمكة واحدة أفش. أفش. كلب واحد أدوك. أدوك. برتقانة آن. عشان برتقانة أولها إيه؟ أو. يبقى آن أورانج. أرنب أرنب أرابك. طيب جينا بعد كده خدنا الجمع. الجمع ما بنحط لهوش إيه؟ A او ان ونحط له اس او اي اس. طيب قطط كتير نقول عليها كات ساعته ما فيش مين ايه نحط الاس. طيب نجوم كتيره ستارز. كلاب كتيره دوجز. برتقانات كتيره اورنجز. حطنا لها ايه هنا؟ اس. طيب تعال بقى افكرك بحاجه ان الكلمات اللي اخرها اس 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 سي اتش اس اتش اكس و او بنحط لها اي اس. نكتبهم كده الكلمات فين اللي اخرها ايه بناخد لها اي اس. قول معايا اس 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 سي اتش سي اتش اس اتش اس اتش اكس اكس و او او. لما يكون الكلمة اخرها حاجة من دول نحط لها ايه؟ اي اس اي اس. زي الكلمة دي بص ابس أبوس. نجمع أبوس يبقى نشطب مين؟ A ونكتب باس ونحط اس اخره ايه باس؟ اس. يبقى احط ايه؟ اي اس اس. يبقى هنا احط باسز فيها باسز اي اس. طيب اكات نشطب مين؟ A ونخليها كات. طب ا واتش اخرها ايه واتش يا عمر؟ سي اتش. يبقى نخليها ايه ازاي في الجمع؟ دبليو اي تي سي اتش واحط اس ولا اي اس؟ اي اس اي اس. تمام. طب اي بوك بوكس بوكس اي بوكس بوكس اخره اس اكس. يبقى نخليها ايه؟ بي او اكس اخرها اكس. يبقى نحط ايه في الجمع؟ اي اس. اتري trees. ابن بن مفيش ايه يا حبيبي بنز على طول. a store stores. an apple apples. a boy boys. بس الكلمات اللي اخرها ايه؟ اس 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 سي اتش
اس اتش اكس او. قولها معايا كده يلا. اس اتش قول معايا اس 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 سي اتش اس اتش سي اتش اس اكس او اكس او اس 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 سي اتش اس اتش سي اتش اس اكس او اكس او. لما نيجي نجمعهم نحط لهم اي اس الكلمات اللي اخرها اس 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 سي اتش اس اتش اكس او. لما نيجي نجمعهم نحط لهم اي اس نحط لهم ايه؟ اي اس. طيب تعالى بقى خدنا حاجة اسمها الانكاونتبل، هي الاسماء التي لا تعد. الاسماء التي لا تعد تعامل معاملة المفرد. يعني ايه معاملة المفرد؟ المفرد بياخد ات وات بتاخد از. يعني عايزة اقول عيش يبقى اتس بريد، عايزة اقول عصير اتس جوس. ما ينفعش اجمع الحاجات التي لا تعد، وبتتعامل اكنها زي المفرد، اكنها زي مين؟ مفرد. طيب تعال ايه بقى زي مين؟ زي ووتر، جوس، بريد، باستا. كل الحاجات دي ما ينفعش نعدها، فما بقولش ا جوس، بقول اتس جوس. ما بقولش ا بريد، بقول اتس بريد. ما بقولش ا باستا، بقول ايه؟ اتس باستا. وفي حاجات تانية زي اويل، زيت، زي حاجات كتير قوي بحاجات لا تعد. بعد كده اتعلمنا ان احنا نوصل ان كلمة ان اليفانت اولها ان، يبقى ده اسم ايه؟ مفرد، حاجة واحدة. طب رايز ده ايه؟ لا يعد. طب اجز، اجز اسم ايه؟ اجز جمع عشان اخره ايه؟ اس. صلاد، صلاد يعني سلطة، ده ما بنعدهاش، يبقى اسم لا يعد. طب ابس، ابس ده مفرد، مفرد عشان اقوله ايه؟ ابانانا، ابانانا يبقى مفرد برضو عشان اقوله ايه؟ طب ويندوز، ويندوز جمع عشان اخره ايه؟ اس. طب كاتس، كاتس جمع عشان اخرها. طب ادور، ادور مفرد عشان اوله ايه؟ عرفنا كده انواع الاسماء ازاي. بعد كده خدنا حاجه اسمها الضماير. الضماير هي كلمات سبع ضماير بيحلوا محل الفاعل، بيحلوا محل الاسم. يعني احمد محل محله بمين؟ هي، هبه، شي، كات، ات. طب دولز، دولز دي جمع، نحول نحوشها ونحط مين؟ زي. عمر اند علي زي. اي اند حسام وي. طيب نفتكر مع بعض، لو هنتكلم عن نفسي بقول انا اي، لو هكلم انت هقول انت يو، لو هكلمهم هم هقول لهم هم زي. لو هنتكلم عننا هنقول احنا وي، هنتكلم عنه هو هو هي هو هي، لو هتكلم عنها هي هي شي. لو هتكلم عنه او عنها او غير عاقل او مش عارف هو نوعه ايه، اقول عنه ايه؟ ات. تمام. والجملة عندي بتبدأ بمين؟ بسبجكت، الجملة البسيطة، وبعد كده فيرب، بعد كده باقي الجملة او الاوبجكت، الحاجة اللي بتكمل الجملة. طيب تعالى نفتكر هنا، احمد is a boy، احمد is a boy، شلنا احمد ونحط ايه؟ he is a boy. علي and عمر are boys، علي and عمر are boys، يبقى نشيلهم ونحط مين؟ زي. summer is a girl، summer is a girl، اشيل summer واحط مكانها she is a girl. the car is red، the car is red، يبقى اقول ايه؟ it's red. the cats are eating، القطط بتاكل. they are eating. the school is big، it's big. I and حسام are happy، يبقى we are happy. بعد كده اخدنا اللي هما verb to be. فاكر verb to be؟ مين هو verb to be؟ اخلف am و is و are، فعل يكون. I am عشان الاي بتاخد am، بتاخد يعني ايه؟ انا اكون. he is، he is هو يكون. she is هي تكون. غير عاقل it is انه يكون. ال are، they are هم يكونوا. we are نحن نكون. you are انت تكون. ولما بننفي بننفي مين؟ بالنص، بنحطها بعد ام واز وار، بنحطها فين؟ بعد ام واز وار. طيب اقرا كده اول واحده.
I am a boy. معناها ايه I am a boy؟ انا انا ولد. اللي بعديها he is a boy. معناها هو يكون ولد. بعديها it is a cat. معناها ايه؟ انها انها تكون قطة. طيب هنا they are boys. هم يكونوا أولاد. He is not a girl. هو يكون لا يكون بنت. طيب we are girls معناها هي نحن نكون بنات. You are happy معناها احنا انت سعيد. انت سعيد. تمام. طيب لو انا عايز اقول انا اكون ولد اقول ايه؟ I am a boy. هو يكون ولد. He is a boy. طب عايز اقول هي تكون بنت. She is a girl. انها عربية. It is a car. Car. هم يكونوا اولاد. هم اولاد. They are boys. طب نحن سعداء. We are happy. برافو. انا لا اكون ولد. I am not a boy. طيب هو لا يكون بنت. He isn't a girl. أنت تكون ولد. أنت. You بتاخد إيه؟ You are a boy. أنت بويز ولا بوي واحد؟ بوي. قول لهم لو عجبكم الفيديو تعملوا لنا إيه؟ لايك. لايك. باي باي.